معلش بقى استحملوا الخنفان اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي، لان انا عندي برد واتمنى انه يكون برد مش حاجه تانية. الفي اف دي وحش الكهرباء كنت عملت عنه حلقه واحده بنتكلم فيها عن الفكره العامه للفي اف دي. طبعا عشان ندخل في مواضيع الفي اف دي وانواعه والبراندات المختلفه وبرمجته وطريقه توصيلهم بالبي ال سي محتاجين 100 حلقه، وان شاء الله مع الوقت ربنا يقدرنا ونغطي كل الجوانب دي. ولكن في في اف دي بالتحديد كتر السؤال عنه، فقلت لازم نبتدي بيه سلسله حلقات الفي اف دي. ومن محاسن الصدف ان النوع دوت عندي، وربنا يقدرني واقدر اغطي كل النقاط اللي بتوصلني في الاسئله. المهم الفي اف دي ده يبقى السيمنز سايناميك في 20. فخليكم معانا بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات الـ VFD. طالما هنشرح عن سيمنز VFD يبقى لازم نتعرف على عائلات الـ VFD من سيمنز. سيمنز عندها ثلاث عائلات إلى الآن إن ما كنتش غلطان. أول عائلة كان اسمها السيموفيرت، ودي أعتقد ولست متأكد إن توقف تصنيعه من قبل سيمنز، يا ريت لو حد عنده معلومة إنه لسه بيتصنع يصحح لنا في التعليقات، وتوقف حتى دعم سيمنز ليه في قطع الغيار. العائلة الثانية وهي المايكروماستر توقف تصنيعه من زمان وتحول على عائلة الساينامكس. حتى لما بتيجي تدخل على موقع سيمنز على المايكرو ماستر بتلاقيه كاتب لك ان اتحول الى ساينامكس، وبيديك كل الموديلات اللي في المايكرو ماستر والكومباتبل بتاعتها للساينامكس. العائله الثالثه واللي شغاله عليها سيمنز بشكل كبير وهي الساينامكس، وهي دي نفس العائله اللي بينتمي لها الموديل اللي هنشرحه النهارده وهو الفي 20. طبعا زي ما احنا عارفين ان سيمنز عندها ويب سايت عبقري اسمه سيمنز مول، وده هتلاقي عليه كل المنتجات بتاعه سيمنز، وتحت كل منتج هتلاقي كم من المعلومات رهيب عن كل منتج. طيب تعال ونشوف موضوع عائلات الساينامكس وايه الموديلات الواقعه تحت العائله دي وايه التطبيقات اللي اختار بيها الموديل. وزي ما موضح قدامنا ده الويب سايت تبع سيمنز اللي هو mallindustrialsiemens.com. الويب سايت ده رائع جدا، وهنلاقي هنا في الجنب البرودكت كاتالوج عندنا الدرايف تكنولوجي، الاوتوميشن تكنولوجي، الانرجي، البيلدنج تكنولوجي، اللو فولتج كنترول اند ديستريبيوشن، السيفتي سيستم والسيفتي انتجريتد، والماركت سبيسيفيك سوليوشن، والديجيتال انتربرايز سيرفيس. دي كل الكاتيجوري اللي فيها برودكت تبع سيمنز. طيب خلينا نفتح اول حاجه اللي احنا بنفوكس عليه النهارده وهي الدرايفز، وهنفتح على الدرايفز تكنولوجي، وهنلاقي هنا الكونفرتر والجريد كونفرتر والدي سي تو دي سي كونفرتر والموتورز والجيرد موتور والسيليكشنز اند انجينيرنج تولز والفرزر كومبوننت. خلينا نروح على الكونفرتر، وهنا عندك اللو فولتج كونفرتر واللي هو طبعا هتلاقي فيه جواه الستاندرد بيرفورمانس فريكوانسي كونفرتر والهاي بيرفورمانس فريكوانسي كونفرتر، هم مقسمينهم كاتيجوري. وطبعا عندنا السيرفو درايف. في جوه كل كاتيجوري من دي هنلاقي الموديلات بتاعه سيمنز، وهنا الدي سي كونفرتر يونتس برضو سايناميك دي سي. ولما ندخل هنا هنلاقي في تقسيمه جميله جدا هم عاملينها. التقسيمه ديت لما ندوس على الانترودكشن هنا، التقسيمه دي بيبين لك الابلكيشنز وازاي ان انت تختار الكونفرترز بتاعتك. فهنروح مثلا هنا ونبص كده هتلاقي صوره جميله قوي انتجريشن ان اوتوميشن، هنلاقي هنا ده البروسيس، وهنا كاتب لك الكنترول ليفل، طبعا دي حاجه تبع الاوتوميشنز. وبعد كده هنا مقسم لك الساينامكس. عندنا هنا مثلا في الفيلد باس، عندك لو الصوره موضحها مش عارف الصوره تبقى واضحه معاك ولا لا، هنا البامبنج والفنتليشن والكومبريسنج، سواء كان هتجيب الفريكوانسي درايف ده لبامب او لفان فنتليشن او للكومبريسور او لموفينج بارت زي البيلت كونفاير السكرو كونفاير الباكيت اليفيتور او للبروسيسنج. وهنا باين من الصوره ان هي ميلنج، يعني شغل اللي هي الفيرتيكال ميل او الهيدروليك فيرتيكال ميل، او الماشينينج اللي هي شغل السي ان سي اعتقد او الحاجات دي. فهتلاقي هنا مثلا في الكاتيجوري الاولاني اللي هي البامبنج والفنتليشن هتلاقي عامل لك الساينامكس في والساينامكس جي، في الكاتيجوري الثاني اللي هو الموفينج عامل لك الساينامك في وجي واس، وفي الكاتيجوري الثاني البروسيسنج في وجي واس برضو، وفي الساينامك اس عامل لك الماشينينج اس. زي ما موضح هنا بيقول لك ان هو شغال بروفي نت وبروفي باس وايذر نت ومود باس، دي كل المودات اللي موجوده تبع سيمنز، وموجوده طبعا ستاندر انترناشونال، المود تي سي بي والمود ار تي يو والاي اس انترفيس والبي اي سي نت ام اس تي بي، وهنا طبعا الابلكيشنز بتاعته. ويعني حاجة جميلة جدا 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 ان انت تقعد تشوفها وتقرا فيها، بل بالعكس بيساعدك على اختيار الموديل، يعني بتوصل ان في ابلكيشنز على الموبايل ممكن تنزلها تدخل الابلكيشنز بتاعتك وايه حجم الفان وايه حجم التورك اللي انت عايزه وكم كيلو وات، وهو بيساعدك في السليكشنز الموديل بتاعك. فطبعا يعني زي ما بقول لك يا سيمنز عامله ويب سايت طرم جدا بتساعدك فيه ان انت تفهم كل الداتا عن الكونفرتر وتعرف كل شيء عن الكونفرتر،
مقاسات الانستليشن الكونفيجريشن البارامترز، وبيساعدك كمان في الاختيار وبيساعدك في ادق التفاصيل في اختيار الفريكوانسي درايف اللي انت عايزه. وعلشان ما نطولش الحلقه فيلا بينا خلينا نرجع للحلقه. طيب اظن كده خدنا فكره مش بطاله عن عائلات سيمنز المختلفه وعن اخر عائله لسيمنز والموديلات والتطبيقات المختلفه ليها. تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا اليوم وهو موديل الساينامكس في 20، والحلقه هتبقى عباره عن تقليب في المانيوال بتاعه الدرايف ده. ونتكلم سريعا عن مقدمه للفي 20، بينقسم الى السنجل فيز والثري فيز. وزي ما شايفين قدامنا في الصوره بالنسبه للسنجل فيز في 3 كاتيجوري، والحقيقه سيمنز بتقسم الكاتيجوري على حسب الفريم سايز. فزي ما موضح في اف اس اي وهو الفريم سايز A، واف اس بي وهو الفريم سايز B، واف اس سي وهو الفريم سايز C. وهنلاقي ان الاف اس اي او الفريم سايز A في منه نوعين، نوع منه في مروحه تبريد اللي هو ويز فان، وفي منه نوع بدون مروحه تبريد اللي هو ويزاوت فان. طيب كلام جميل، نشوف بقى في الجدول قدراته كام. هنلاقي ان موديل اف اس اي ويزاوت فان قدراته من 0.12 الى 0.75 كيلو وات. طيب بالنسبه للاف اس اي والسنجل فان قدرته 0.75 كيلو وات. وهكذا النوع الثاني الفريم سايز B او الاف اس بي قدرته من 1.1 و 1.5 كيلو وات، والنوع الاخير اف اس سي قدرته 2.2 و 3 كيلو وات. هنروح للثري فيز، وزي ما موضح في الصوره في منه اف اس اي نفس الكلام بمروحه او بدون مروحه، وفي اف اس بي واف اس سي واف اس دي واف اس اي. وننقل على الجدول هنلاقي ان الاف اس اي وزاوت فان قدرته 0.37 الى 0.75 كيلو وات، والاف اس اي وز فان من 1.1 الى 2.2 كيلو وات، والاف اس بي قدرته من 3.4 كيلو وات، والاف اس سي قدرته 5.5 كيلو وات، والاف اس دي قدرته من 7.5 الى 15 كيلو وات، والاف اس اي قدرته من 18.5 الى 30 كيلو وات. وزي ما موضح ومكتوب ان التايب دي والتايب اي مكتوب عليهم دبل فان. ونلاحظ كمان في الجدول ان الاف اس اي مكتوب جنب كل قدره ال او او اتش او، وده بيريفير الى الهاي اوفرلود او اللو اوفرلود. وهنلاقي ان مثلا ال 22 كيلو وات ليه موديل في ال او وفي واحد تاني اتش او، ولكن بموديل نمبر مختلف. ننقل بعد كده على الريتنج بليد الموجوده على الدرايف، وزي ما موضح قدامنا بنلاقي هنا الانفرتر ريتنج بليد. والانفرتر ريتنج بليد دي بتلاقيها ملصقه على جنب الفريكوانسي درايف، وتلاقيها مبينه بعض الديتيلز للفريكوانسي درايف وللموتور اللي هو كومباتبل مع الفريكوانسي درايف. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ساينامكس في 20، وهنا الانبوت والاوتبوت ريتنج، وعندنا هنا طبعا بيقول لك ان الموتور 7.5 هورس باور، او لو نزلنا تحت هنا هنلاقي ان بيقول لك ان الموتور 0.37 كيلو وات، ده السعه بتاعه الموتورز او السعه بتاعه الفي اف دي الموتورز اللي اشتغل على الفي اف دي دوت. وهنا بيقول لك طبعا ان الانبوت 3 فيز اي سي 380 480 على 50 هرتز ل 60 هرتز و 15.2 امبير. وهنا بنلاقي الاوردر نمبر والسيريال نمبر والبارت نمبر، وهنا بنلاقي كيو ار كود ده بتقدر تسكانه بالموبايل، بيبين لك كل الديتيلز بتاعه الفريكوانسي درايف وبيبين لك كل الريتنج والداتا بتاعته. وده طبعا البليد دي بتلاقيها في كل الانفرترز من سيمنز، وبتلاقي نفس الترتيب السيكونس بتاعه الداتا دي موجود بنفس الطريقه. وننقل على النقطه اللي بعد كده وهي تيوبيكال سيستم كونكشنز، وزي ما موضح في الصوره اللي قدامنا هنلاقي مبين سنجل لاين دايجرام لتوصيل الكهرباء، وهنشوف بادئ من فوق مبين الاثنين اوبشن سواء كان سنجل فيز او 3 فيز، داخل على فيوز او بريكرز حسب السيستم اللي عندك، وبعدها كونتاكتور بحيث اني لو حبيت افصل او اشغل الدرايف، مع اني ما بحبش الطريقه دي وحتى مش مطبقها عندي خالص. لما بحب افصل الدرايف بعمل ستوب على التيرمينال بتاعته، مش بفصل عنه الكهرباء، مع اني زرت مصانع مركبه كونتاكتور وبتفصل عنه الكهرباء لما بتحب توقف الدرايف. ما قلتش ان ده غلط، حتى سيمنز حطها في الرسمه بتاعتها كده، انا بس ما بحبذهاش. المهم بعد كده بيجي اللاين رياكتور والفلتر، وده الاثنين دول بيعتبروا اوبشن وهنبقى نتكلم عنهم بعدين، يعني استخداماتهم حسب الديزاين الشبكه بتاعتك. بعد كده داخل على الدرايف بتاعك وطالع من الدرايف على الاوتلت فلتر، وده برده اوبشن حسب التصميم بتاعك، وبعد كده من الفلتر على الموتور. وكل انواع الفلاتر دي هنتكلم عليها بعدين. وهنلاقي في الجنب هنا طالع من الدرايف من الدي سي ماينس والدي سي بلس على الدايناميك بريكنج ده، بحيث ان لو انت عندك الموتور ده شغال ببريك سيستم او بفرامل، والدايناميك بريكنج هنا واصل على البريكنج ريزيسترز، وده برده اوبشنز ممكن تستخدمه لو عندك التطبيق بيتطلب ده. وفوق هتلاقي البورت هنا اللي الناس كلها بتسال عنه، هو اكشوال هو كاتبه هنا اكسبانشن بورت، ولكن هو ده البورت اللي الناس كلها بتسال عنه وهنشرحه في اخر الحلقه بالتفصيل. الاكسبانشن بورت ده بنوصل عليه اما الانترفيس مديول او اكسترنال بوب او بارامتر لودر، وده برده هنتكلم عليه في اخر الحلقه بالتفصيل. طيب خلينا نروح مع التفاصيل شويه وننقل على النقطه اللي بعد كده وهي الوايرنج دايجرام، وزي ما موضح قدامنا زي ما شايفين قدامنا هنا الوايرنج دايجرام، وهنا موضح الكونكشن بالتفاصيل شويه. اول حاجه
هنا هنلاقي المين سيركت او الباور سيركت، وهنلاقي هنا زي ما احنا شايفين هنا ال 400 فولت او ال 230 فولت، سواء كان 3 فيز او ال 2 فيز، داخلين على فيوز المربعات دي. وبعد الفيوز هتلاقي الكونتاكتور، وبعد الكونتاكتور داخل على المين سيركتس او الفي اف دي. بعد كده هنلاقي الاوتلت طالع على الموتور هنا، وهنلاقي هنا ان بيقول لك ان في موديل الاف اس اي تو اف اس سي، هنلاقي الدي سي بلس والدي سي ماينس رايحين على الدايناميك بريكنج، ومن الدايناميك بريكنج رايحين على الريزيستورز او البريكنج ريزيست. دي الموديل اللي هو اف اس دي واف اس اي. الدايناميك بريكنج اصلا بيلت ان موجود في الدرايف، وبيروح على الار 1 والار 2 اللي هو الريزيستنس بريكنج دايركت، مش محتاج ان انت تجيب دايناميك بريكنج. طيب بالنسبه للكنترول سيركت، ودي بقى النقطه اللي ناس كتير جدا بتسال عنها، الكنترول سيركت هنا عندي الديجيتال انبوت وعندي الانالوج انبوت وعندي الديجيتال اوتبوت وعندي الانالوج اوتبوت. طيب خلينا نشوف الديجيتال انبوت. عندنا هنا ديجيتال انبوت 1 2 3 4، يعني عندي 4 ديجيتال انبوت، والدي اي سي دي اللي هي الديجيتال انبوت كونتاكت، وبعد كده عندي 0 فولت و24 فولت، ده فولتج بيطلع بيلت ان من الفريكوانسي درايف نفسه. طيب هنا عندنا كذا نوع من الكونكشنز حسب الكنترول سيركت بتاعتك ماشيه ازاي. طيب لو كنا بنستخدم الانترنال 24 فولت سبلاي من الفريكوانسي درايف نفسه، عندي طريقتين للكونكشن، سواء بي ام بي او ان بي ان، ودي طبعا يعني اعتقد ان الناس كلها عارفاها. بي ام بي يعني انت بتاع موصل النيوترال او الزيرو فولت وبتعمل كنترول عن طريق ال 24 فولت، والان بي ان العكس طبعا اللي هو النيجاتيف، يعني انت موصل ال 24 فولت موصله على الكونتاكت وبتعمل كنترول بالنيوترال او بالزيرو فولت. وفي نفس الوقت برضو نفس الكلام على الاكسترنال باور سبلاي 24 فولت، برضو نفس الموضوع، بي ام بي يعني انت موصل البلس على الدي اي سي موصل النيجاتيف على الدي اي سي وبتعمل كنترول بالبلس، وفي الام بي ان انت موصل البلس على الدي اي سي وبتعمل الكنترول بالماينس. زي ما احنا شايفين هنا كده، سواء في الانترنال او في الاكسترنال، هتلاقي ان الزيرو فولت واصله بالدي اي سي، وال24 فولت طالع على الديجيتال انبوت 1 و2 و3 و4 بتعمل بيها كنترول او بيعمل بيها بيقفل بيها الدايره. في الان بي ان هتلاقي ال24 فولت واصله بالدي اي سي، والزيرو فولت هي اللي داخله على الدي اي 1 والدي اي 2 والدي اي 3 والدي اي 4 بيعمل بيها كنترول. بعد كده هنلاقي هنا الانالوج انبوت، هنا هتلاقيه مديك هنا 0 فولت والاي اي وال10 فولت، هتلاقي هنا ده 3 واير، وهنا انالوج انبوت 2، يعني عندنا انالوج انبوت 1 وانالوج انبوت 2، وطبعا الاثنين دول بيشتغلوا يا اما 0 تو 10 فولت او 4 تو 20 ملي امس، على حسب ما بتختار انت في البارامترز. بعد كده بتلاقي هنا الاوتبوت، وعندك هنا ديجيتال اوتبوت من الترانزستور اوتبوت، وعندك ريلي اوتبوت. اذا كنت عايز تستخدم ترانزستور اوتبوت، بيبقى بس الترانزستور اوتبوت بيبقى عباره عن كونتاكت اونلي، فهنا ده البلس وده الماينس. لو عايز تستخدم ريلي اوتبوت، هنا عندك اثنين اوبشن، ان سي او ان او، يعني نورمالي كلوز او نورمالي اوبن، مع الكونتاكت نفسه هنا موجود. ففي حاله ان انت عايز تستخدم ريلي اوتبوت بتستخدم هنا، لو انت عايز بس مجرد كونتاكت وانت هتحط ريلي خارجي ممكن تستخدم الترانزستور هنا. بعد كده طبعا الانالوج اوتبوت دوت، الانالوج اوتبوت ده بيديك الفيدباك بتاعه السيت بوينت. عندك هنا الزيرو فولت هنا كومن مشتركه، وهنا الاي او اللي بيطلع لك وبيتوصل بالسكادا سيستم عندك او بالدي سي اس سيستم او بالاي او بانل او بالبي ال سي بانل، ايا كان بتسميها ايه. فده الانالوج اوتبوت، بيطلع انالوج اوتبوت من الفريكوانسي درايف، بيدخل عندك انالوج انبوت عشان يبين لك السرعه قد ايه. وفي العكس برضو الانالوج اوتبوت من ناحيه الدي سي اس سايد او الاي او بانل او البي ال سي بانل، بيطلع يدخل على الانالوج انبوت هنا علشان يحط السيت بوينت السبيد اللي انت عايز تشغل عندها الموتور. بعد كده بيقول لك هنا الار اس 485، ده في حاله ان انت عايز توصل الدرايف بتاعك ده تعمل توصله بالبي ال سي او توصله بالسكادا سيستم عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول الار اس 485، وده طبعا بحيث ان انت ما توصلش هارد واير وتتحكم في الفريكوانسي درايف عن طريق الهارد واير، ممكن تتحكم فيه عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول اللي هو الار اس 485، وده طبعا الاكسبانشن بورت اللي احنا حكينا عنه قبل كده وهنحكي عنه برضو في اخر الحلقه بالتفاصيل. طبعا انا عاوز انوه ان كل الماتيريال المستخدمه في الحلقه من المانيوال للجهاز، وتقدر تعمل لها داونلود من موقع سيمنز، وهتلاقي حاجات جميله جدا بتساعدك في الاختيار. انا يمكن ما تعرضتلهاش بسبب وقت الحلقه، يعني مثلا بيساعدك في اختيار الفيوز او القاطع والريت بتاعه لكل نوع ولكل قدره، وبيساعدك لتحديد نوع الكابلات سواء الباور او الكنترول. لا ده كمان بيصل انه بيساعدك في اختيار نوع الكيبل بوت لكل موديل، يعني الصراحه ما فيش احسن واسهل من كده. ننقل بقى على نقطه لازم اوضحها ما ينفعش اعديها، وهي طول الكابل بين الدرايف والموتور، وعلى حسب الاستاندر من سيمنز زي ما موضح قدامك، هنلاقي هنا الماكسيمم
موتور كيبل لينس، وهنلاقي هنا الانفرتر، ودي المودلز تبع الانفرتر سواء كان 3 فيز او سنجل فيز. وهنلاقي هنا بيقول لك الماكسيمم كيبل لينس سواء كنت وزاوت اوتبوت رياكتور اور اكسترنال اي ام اس سي فلتر، او ويز اوتبوت رياكتور او ويز اكسترنال ام سي فلترز. ففي الثلاث حالات بتفرق اللينس بتاع الكيبل. في حاله الموديل اف اس اي 50 متر لو انشلدد كيبل وزاوت رياكتور اور اكسترنال ام سي فلتر، في حاله ان هو شلدد كيبل يبقى 25 متر ماكسيمم، في حاله الموديل اف اس بي او اف اس دي 50 متر 25 متر، في حاله السنجل فيز الاف اس اي 50 متر 25 متر، في حاله الاف اس بي تو اف اس سي 50 متر لو انشلدد كيبل او 25 متر لو شلدد كيبل، وهكذا في الجدول زي ما احنا شايفين. ويز اوتبوت رياكتور نفس الكلام بيزيد شويه طبعا، مسافه بتوصل ل 300 متر في حاله الاف اس اي لو كان انشلدد كيبل بتوصل ل 300 متر، وده بيبين الماكسيمم كيبل لينس الستاندر بتاع سيمنز. في حد بقى يجي يقول لي والله احنا بنستخدم كابل اكبر من كده او كابل اصغر من كده، ده حاجه بترجع لك انت في الاخر، لو شغال معاك يبقى اوكي، ولكن ده الستاندر بتاع سيمنز. وانا يعني من خلال تجربتي انا حاولت اجرب ان انا ازود المسافه مع استخدام فلتر اوتبوت فلتر، ولكن للاسف ما نجحتش معايا، كان المسافه تقريبا 400 متر فما نجحتش معايا. فلما رجعنا للمانيوال لقينا ان المانيوال بيقول ان الماكسيمم 250 متر، فمع الاوتبوت فلتر انشلدد كيبل ده الستاندر بتاع سيمنز، وهو تقريبا يعني بينطبق نسبه صحيحه تقريبا بتصل لل 90% ان هي دي المسافات الستاندر تبعها. طيب في اخر حاجه في حلقتنا النهارده علشان ما نطولش، وفي نفس الوقت دي اول حلقه يعني لسه في حلقات تانية على نفس الدرايف، والحاجه دي ناس كتير بتصورها وتبعتها، وهي البورت ده. البورت ده اسمه الاكسبانشن بورت، وده عباره عن بورت بيركب له حاجه اسمها البارامتر لودر، هتظهر صورته حالا قدامكم. الناس هتقول ما الدرايف فيه شاشه ممكن ادخل البارامتر منها، كلامكم صحيح، ولكن المديول ده بيضيف ميزه مهمه جدا، وهي اني اقدر اعمل حفظ للبارامتر ده وانقلها على اي درايف تاني بمجرد اني اخد المديول ده واعمل له انترفيس مع اي جهاز تاني واعمل له داونلود للبارامتر، فتتنقل البارامتر من على الجهاز ده للجهاز ده. وزي ما حضراتكم شايفين في الصوره اللي فوق واللي بتبين المديول من الخلف، هلاقي البن اللي بتركب فيه الدرايف، وهلاقي بورت تحت زي بورت النت، وده بيديني ميزه اني اوصل الدرايف بالكمبيوتر واقدر اعمل كل البارامتر ديت على السوفت وير الخاص بسيناميك سيمنز، وده اسهل بكتير جدا من استخدام الشاشه الصغيره للدرايف، واقدر اعمل حفظ للبارامتر دي على هيئه فايل عندي على الجهاز واعمل لها داونلود لو الدرايف ده باظ وجبت درايف جديد في اي وقت. وبس كده، دي كانت كل حاجه في حلقتنا النهارده، واتمنى اكون قدرت اوصل المعلومه. وبالنسبه للناس اللي عندها تساؤلات لسه ما اتوضحتش، بقول لهم ان شاء الله تساؤلاتكم كلها هتتوضح في الحلقات القادمة، ولا تنسونا بصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.